السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي كيقراو او اللي كيخدموا لي مارشي بيبليك، طبيعه الحال غيكونوا عارفين ان قانون الصفقات العموميه تبدل، ولكن اللي خاص تعرفوا كذلك هو ان نهار 1 سبتمبر 2023 غادي يكون هي بدايه التطبيق الفعلي لهذا القانون اللي صدر في الجريده الرسميه نهار 18 مارس 2023، بحيث انه جاب مجموعه ديال المستجدات بخصوص الصفقات العموميه. هاد المستجدات وهاد التغييرات اللي جابها المرسوم الجديد هي اللي غادي نحاولوا نهضروا عليها ونشوفوها في الحلقه اليوم من برنامج اش قال على بركة الله. إذن فبناء على مجموعة من المراجع اللي اعتمدت عليها بحال في سانتيتيك ديال الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، وكذلك لنوت دو سيرفيس كسسوا ديال الخزينة العامة للمملكة أو لا ديال وزارة التجهيز والماء، كيتبين لنا أن المرسوم الجديد جا كيتماشى مع المنهج المسمى رقمنة الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية، وهذا الشيء لغرض تحريك عجلة الإقلاع السوسيو اقتصادي المحلي. هذه الجملة هذه اللي قلت كتعني وبكل بساطة أن المرسوم الجديد جا باش يدير ما يسمى بلا ديماتيرياليزاسيون، يعني باش ما نبقاوش نعتمدوا على الاوراق ونبدلوهم بوسائل التواصل الحديثه، وكذلك جا باش يعطي الاولويه للمنتوج المحلي من مواد اوليه ويد عامله ومقاولات بما فيها الصغرى والمتوسطه. هادشي كامل من خلال مجموعه من المستجدات، بحيث انه كيف ما كنعرفوا مجال التطبيق ديال مرسوم الصفقات العموميه كيشمل مؤسسات الدوله من عمالات اقاليم جهات جماعات ترابيه، بالاضافه لكل المؤسسات العموميه والاشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام. اما فيما يخص طرق ابرام الصفقات، فالقانون الجديد جاب دي نوفو مود دو باساسيون، يعني طرق ابرام جديده واللي كينصوا عليهم المواد 12 13 و19 من هذا المرسوم، واللي هما اولا لو ديالوغ كومبيتيتيف او ما يسمى بالحوار التنافسي، واللي من خلاله كيقوم صاحب المشروع بالتحاور مع المتنافسين باش يحاول يلقى الصيغه الماليه او التقنيه او القانونيه لواحد المشروع باغي ينزلوا الارض الواقع، بشرط ان هذا المشروع يكون مشروع مبتكر وجديد وما سبقش داز شي مشروع بحاله. الشيء اللي كيخلي لو ميتر دوفراج كيلجأ للحوار التنافسي باش يلقى واحد من بين دوك المتنافسين اللي غادي يحاول يعطيه الحلول لديك الصياغ المالية او القانونية او التقنية للمشروع ديالو. ثانيا كنلقاو لابيل دوفر سبونطاني، اي طلب العروض التلقائي. علاش كيكون تلقائي؟ ان الفكره الاصليه ديال المشروع ما كتكونش ديال صاحب المشروع، وانما كتكون مطروحه اما من طرف مقاول اونتربرونور او لا مورد اي فورنيسور او لا خدماتي يعني بريستاتير دو سيرفيس، بشرط ان هذه الفكره اللي غيطرح واحد من هاد الاشخاص خاصها تكون فكره جديده وما سبقش لصاحب المشروع انه انجزها. ثالثا كنلقاو طلب العروض الوطني، يعني لابيل دوفر ناسيونال، وطلب العروض الوطني تيكون فاش ما كتجاوزش ليستيماسيون ديال لو ميتر دوفراج 10 مليون درهم بالنسبه لي مارشي دي طرافو، وما كتعداش مليون درهم في لي مارشي دي فورنيتور اي سيرفيس. من بعد عندنا طلب العروض المبسط، يعني لابيل دوفر سامبليفي، واللي كيقوم فيه صاحب المشروع بتبسيط مسطره الاعلان عن الصفقات في حاله ان ليستيماسيون ما كتجاوزش مليون درهم، بحيث ان اعلان طلب العروض كيتنشر في البورتاي وفي جريده وطنيه واحده على الاقل، والاعلان تيكون في اجل 10 ايام، بالاضافه لان المتنافسين ما تيكونوش ملزمين بادراج واحد الوثائق اللي كيتسموا لي زاتيستاسيون دو ريفيرونس في الدوسي تكنيك. من بعد ودائما في اطار تبسيط ابرام الصفقات، كنلقاو مجموعه من المستجدات في طرق تقييم العروض واختيار المتنافسين، واللي كنلقاوها مدرجه في لي زارتيكل من 21 حتى 38 من المرسوم، وكذلك لارتيكل 147 لارتيكل 5 الى غير ذلك. هاد المساطر اللي كتبدا من مرحله نشر اعلان طلبيه العروض، واللي كينص فيها المرسوم على ان صاحب المشروع خاصو يخبر لجنه فتح الاضرفه بسته ايام قبل النشر عوض 7 ايام اللي كانت قبل. الضمان المؤقت كذلك ما كتعداش 2%. كنلقاو كذلك على راس هاد القوانين حاجه مهمه واللي جا بها المرسوم، واللي كتسمى الافضليه الوطنيه، واللي كيقوم فيها صاحب المشروع بتخفيض عرض المتنافس الغير مقيم بالمغرب بنسبه 15% الا كان هو الاقرب بالتفريط من الثمن المرجعي لو بري دو ريفيرونس. وهذا لو بري دو ريفيرونس هذا مصطلح جديد اللي جا به قانون الصفقات العموميه المستجد، بحيث ان الثمن المرجعي يعني لو بري دو ريفيرونس رجع هو المؤشر اللي من خلاله كيتصنفوا المتنافسين، على خلاف من قبل فاش كانوا كيتصنفوا مقاربه مع ليستيماسيون ديال
لو ميتر دوفراج. هاد الشيء اش كيعني؟ كيعني ان لو ميتر دوفراج كيدير واحد التصنيف اولي للمتنافسين على حساب ليستيماسيون. ومن الامور اللي تزادت وهي ان لي زوفر اللي كيكونوا فايتين ليستيماسيون ب 20% يعني اكسيسيفمون الفي او لا هابطين على ليستيماسيون ب 25% يعني انورمالمون با، هادو اوتوماتيكمون كيتاكارطاو وما كنلجؤوش معاهم لا جوستيفيكاسيون دي بري. من بعد فاش كيتاكارطاو المتنافسين اللي هما فايتين ليستيماسيون ب 20% او لا هابطين عليها ب 25% كندوزو باش كنحسبوا لو بري دو ريفيرونس يعني الثمن المرجعي. وهنا غادي نحاول نعطي واحد المثال باش نوضح العمليه كيفاش كتتم. لنفترض ان لو ميتر دوفراج عنده واحد ليستيماسيون ديال 400 مليون درهم. لي زوفر اللي جاونا هما 403 450 470 480 500، هادو لي زوفر اللي فايتين ليستيماسيون. لي زوفر اللي من تحت ليستيماسيون 391 390 350 300 280. هنا عندنا لي زوفر اللي هما فايتين 20% اللي هما 480 و 500، هادو اوتوماتيكمون غادي يتاكارطاو. عندنا لي زوفر اللي قل من 25% اللي هما 300 و 280، حتى هادو اوتوماتيكمون غادي يتاكارطاو. باش نحسبو لو بري دو ريفيرونس عندنا واحد لا فورمول كتقول ان لو بري دو ريفيرونس كيساوي ليستيماسيون كنزيدو عليها المجموع ديال لي زوفر اللي بقاو لينا فاش حيدنا اللي هما انورمالمون با و اكسيسيفمون الفي، كنجمعوا المجموع ديال لي زوفر اللي بقاو لينا كنقسموه على العدد ديالهم. نعاود لو بري دو ريفيرونس هو ليستيماسيون زائد المجموع ديال لي زوفر اللي بقاو لينا مقسوم على العدد ديالهم، كلشي مقسوم على جوج كيعطينا لو بري دو ريفيرونس. الا طبقناه على المثال ديالنا غادي نلقاو ان لو بري دو ريفيرونس هو 400 مليون اللي هي ليستيماسيون، كنزيدو عليها 470 اللي هو لوفر اللي بقى لينا الاول، 450 زائد 403 زائد 391 زائد 390 زائد 350، هادو 6 ديال لي زوفر اللي بقاو لينا كنقسموهم على 6 العدد ديالهم، هادشي كامل كنقسموه على 2 كتعطينا الريزولطا 404 تقريبا. هاد 404 هو لو بري دو ريفيرونس. هاد 404 مليون درهم تقريبا اللي خرجت لينا واللي هو لو بري دو ريفيرونس بيان سور كيكونوا لي زوفر اللي فايتينو ولي زوفر اللي قل منه. وهنا فين غنقولوا اننا ولينا كنهضروا على لوفر لا بلوز افونتاجيوز او لوفر لا ميو ديزونت، ماشي بحال قبل فاش كنا كنهضروا على لو موان ديزون، بحيث اننا فاش كنبداو نصنفوا كنبداو بلي زوفر اللي هما قل من الثمن المرجعي، وفي حاله انعدمت العروض المثاليه في دوك اللي قل من الثمن المرجعي عاد كنلجؤوا للعروض اللي فاتت الثمن المرجعي. وحنا كنديروا هذه العمليه فيها كنطبقوا ما يسمى بالافضليه الوطنيه اللي هضرنا عليها من قبل. وهنايا فين غادي نعاود نعطي مثال اولا غنكمل على المثال السابق باش نوضح العمليه اكثر كيفاش كتتم. قلنا ان لو بري دو ريفيرونس هو 404 اللي خرج لينا، ليستيماسيون قبل كانت عندنا هي 400، لو بري دو ريفيرونس حاليا عندنا هو 404، يعني دوك لي زوفر اللي بقاو لينا اللي هي 470 450 403 391 390 و 350 غادي نصنفوهم اللي فوق لو بري دو ريفيرونس واللي تحت لو بري دو ريفيرونس. بطبيعه الحال اللي فوق لو بري دو ريفيرونس عندنا 450 470، لي زوفر اللي قل من لو بري دو ريفيرونس عندنا 403 391 و 350. هنا غادي نفترضوا ان المتنافس اللي عنده لوفر ديال 403 متنافس غير مقيم في المغرب، وبالتالي غادي ننزلوا العرض ديالو ب 15%، يعني غنحيدوا من العرض ديالو 15%. اذا 403 فاش كنحيدوا منها 15% كتصبح 339، وبالتالي ما كتبقاش هي العرض اللي اقرب ل 404 بل كتهبط لتحت، يعني كتولي تحت من 350. وبالتالي هنا غادي يكون عندنا العرض الانسب هو العرض ديال 391 لانه اصبح هو العرض الاقرب بالتفريط من الثمن المرجعي. هاد العمليه هذه اللي درنا بالنسبه للعروض اللي هي اقل من الثمن المرجعي نفسها هي اللي كنديروا بالنسبه للعروض اللي فوق الثمن المرجعي الا ما لقيناش العرض الامثل في العروض اللي قل من الثمن المرجعي. ولكن هذه المره فاش كنكونوا كنخدموا في العروض اللي فوق الثمن المرجعي فالمتنافس الغير مقيم بالمغرب ما كنقصولوش 15% بل كنزيدوا له 15%. وهذا الشيء اللي كاين. كنتمنى يكون المثال كان واضح وبين العمليه كيفاش كتتم.
من بعد هاد العملية كيخص صاحب المشروع يخبر المتنافس اللي ضفر بالصفقة في أجل 3 أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة، عوض 5 أيام اللي كانت من قبل. وكذلك خص المتنافس نائل الصفقة ينوتيفي المارشي في أجل 60 يوم على خلاف 75 يوم اللي كانت من قبل، إضافة لأن هاد المتنافس تيكون ملزم أنه يدرج ضمن الوثائق واحد الوثيقة اللي كتسمى مخطط التحمل أو لا لو بلون شارج. هاد لو بلون شارج اللي كيبين لو ميتر دوفراج كاع دوك المشاريع أو لا كاع دوك لي مارشي اللي خدام فيهم داك المتنافس في هذيك الفترة، وبالتالي غادي يكون عند صاحب المشروع واحد النظرة مسبقة أو فكرة على مدى التأثير اللي غيكون على سير الأشغال. زيد على ذلك أن المتنافس الفائز بالصفقة كيكون ملزم على أنه يخدم بمنتجات محلية ويد عاملة محلية، وفي حالة انعدام المنتجات المحلية فخاص ضروري صاحب المشروع يبرر الاشتغال بمنتجات أجنبية من خلال شهادة إدارية. وكآخر حاجة غادي نهضروا عليها في هذه الحلقة واللي جا بها كذلك المرسوم الجديد، وهي سندات الطلب لي بوند كوموند، بحيث ان المبلغ ديالهم او القيمة ديالهم تم الرفع ديالها من 200,000 درهم ل 500,000 درهم في السنة المالية الواحدة، مع إلزامية الإعلان على لي بوند كوموند في البورتاي ديال لي مارشي بيبليك المدة ما كتقلش على 48 ساعة. ثم كذلك ان ايداع اضرفة العروض خاصو يتم بطريقة الكترونية، هادشي كامل الا اذا تعذر اجراء المنافسة وفق هاد المعايير. فهنايا خاص صاحب المشروع يبرر هاد الاستحالة او عدم الملائمة بشهادة ادارية، هادشي بطبيعة الحال اللي كتنص عليه المادة 91 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية. حتى لهنا كنكون حاولت نلخص ما امكن المستجدات اللي جا بها المرسوم الجديد للصفقات العمومية، بحيث انني حاولت نعطي غير بعض الارقام المهمة، وبطبيعة الحال مازال مجموعة من التفاصيل الاخرى اللي بغيت تطلع عليها غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون جميع المراجع اللي تقدروا تعتمدوا عليها. تلقاو ان شاء الله في الحلقة الجاية، تهلاو.